نعمل تاني وصفة من أول حلقة من حلقات بوركينا فاسو اللي هي التشاكري. والمقادير: 1 كوب حليب مكثف محلى، 1 كوب زبادي، 1/2 كوب كريمة حامضة، 1 كوب أناناس مقطع صغير، رشة جوزة الطيب، و2 كوب كسكسي مطبوخ. هنحط الحليب المكثف المحلى مع الزبادي والكريمة الحامضة، ونخلطهم مع بعض. رشة جوزة الطيب، الأناناس، نشيل دول. هنجيب كاسات التقديم وهنبتدي نحط الكسكسي في كل كاسة. ودلوقتي هنحط الصوص اللي حضرناه فوق الكسكسي. وهنرش رشة جوزة الطيب على كل واحدة فيهم.